Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi qanatina min jadid. Kaifa halukum? Atamanna minkum an takuna bi khair. Ana Silvia Herlina min Indonesia. Tabi'u hadhihi al-qanat 'an al-lugha al-'arabiyyah. موضوع اليوم في الجامعة وفي هذا الموضوع سنتعلم عن مهارة القراءة تابعوني وإن شاء الله راح تفهم عنه. أنا طالب في جامعة أندساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين وهي جامعة مشهورة في كاليمنتان. أنا أدرس في كلية الاقتصاد والتجارة الإسلامية وفي الصباح أذهب إلى الجامعة بالجوالة للتعلم وأرجع منها في المساء. وفي بعض الأحيان أذهب إلى المكتبة لقراءة الكتب وفي المكتبة رفوف للكتب وراء الرفوف مكاتب وكراسي للقراءة وجانب الرفوف حاسوب للبحث عن قائمة الكتب وأمام الرفوف ديوان الموظفين وبعد قراءة بعض الكتب أذهب إلى مسجد الجامعة لصلاة الظهر مع الجماعة ثم أذهب إلى المقصف لأتناول الغداء أجب الأسئلة الآتية إجابة صحيحة في أي كلية يدرس الطالب ماذا يفعل الطالب في المكتبة أين المكاتب والكراسي للقراءة اللغة العربية ليست سهلة وليست صعبة بل هي طبيعية شاركوا هذا الفيديو ليستفيد من الجميع إلى اللقاء ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.